عملت اتصالات اللي طلبتها منك يا وليد؟ عم بعملها استاذ، عم بعملها. ايه وصلت لنتيجة؟ للصراحة لا. ليش بقى؟ المشكلة يا استاذ انه التبليشة ضايعة. من وين نقطة البداية؟ هيدا يلي بعده منه واضح. البنت صار عمرها 18 سنة، تركت المدرسة واختفت، بس تركت رسالة وقالت ما تفتشوا علي، يعني اخذي قرارها، بدها تعيش لحالها. تعيش لحالها؟ هيدي البنت مش عارفة حالها شو عم تعمل، شو يعني تعيش لحالها؟ هيدا جواب ماتر؟ قانونا نعم، نعم استاذ هيدا جواب. البنت صارت راشدة، صار عمرها 18 سنة، تركت بيت أهلها واختفت، هربت. هربت وقالت أنا هربت ما تفتشوا علي. وما قالت لهم أنا مدمنة مخدرات؟ ممكن أي شخص يحظى فيي ويستغل حاجة للمخدر وياخذني ويتمقطع فيي؟ شو يعني صار عمرها 18 سنة متر؟ رد أنت. ليه؟ ما قال جلادة نمر الكلير. ما بركي. بركي شو؟ بركي العصفورة يلي خبرتني عنها. ما بك شي يا وليد. الو سعيد خواجة رشيد، اكيد عرفت صوتي. شو يا سعادة الوزير مش على الخط؟ شو مش ناوي ترد علينا؟ لما تصحح التسمية من سعادة الوزير لمعالي الوزير، هيدي اولا. ثانيا مين معي؟ هيك صارت؟ ايه بسيطة، معك البواب نصري البواب، تلميذك الصغير. عفوا ما بعرف حدا بهالاسم. ما تواخذني رح بسكر الخط. ليش هيك احسن؟ ولو بسلامة فهمك ما عليك، بركي حدا تاني عم بيتسمع، بركي حدا عم بيسجل المكالمة. ما بتعرفه؟ نقطة على السطر. عم بيحكي من الحبس. ممكن ايه وممكن لا. الزلمة محبوس. استاذ رشيد او عمي مثل ما عيطت لي هذاك النهار. نصري كان الكف برقبته مرمي بالحبس، انجأ عم بيشوف الشمس، هلا عم بيحكي على التليفون. ما انت قلت لي مين ما كان معه تليفون بالحبس. انا ما قلت الكل، بس يلي وسطته القوية، يعني نصري صار مدعوم، ويلي مثله مين بيدعمه؟ الناس يلي مثلك، بس انت ما دعمته، يعني غيرك دعمه. ومين غيرك؟ اكيد يلي مخبرون عنك. بركي عم يسمعوك، بركي عم يتصل فيك، وحده شي ضابط مثلا. ممكن يكون معك حق. لهالسبب ممنوع تمرك اي كلمه